بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. نتكلم النهاردة على الهيستولوجيكال ستراكشر اوف ذا لارج انتستين. اللارج انتستين بتبقى مسؤولة عن التخلص من فضلات الأكل غير المهضوم، وهنشوف ايه الستراكشر بتاعها والوظائف الأخرى ليها. بالنسبة للسمول انتستين والفرق بينها وبين اللارج انتستين، السمول انتستين بتتميز بوجود فيلاي، فينجر لايك بروجكشن من الميكوزا اللي هي الصوابع ديت، فبنسميها ايه الفيلاي. بتوين الفيلاي بيبقى فيه توبيولار جلاند، ادي التوبيولار جلاند بتبقى ماسكه من عند البيز بتاعت الفيلاي لحد ماسكولاريز ميكوزا، دي بنسميها الانتستاينال كريبت. وبعد كده بيبقى فيه كوريم وماسكولاريز ميكوزا، دي الميكوزا بتاعت السمول انتستين. بالنسبه للارج انتستين هنلاقي ان حصل فيه ايه لوس اوف ذا فيلاي، الفيلاي بقت ابسنت مش موجوده، كل اللي بقى عندنا هي الانتستاينال كريبت. الكوريوم مازال موجود والماسكولاريز ميكوزا موجوده. بالنسبه للسمول انتستين بنلاحظ لو في السب ميكوزا دونرز جلاند يبقى ده الديودن، لو في لوس كونكتيف تيشو وبلاد فيسلز مفيش برونرز مفيش بيرز باتش يبقى ده الجزء ده اهو الجوجن. لكن لو في لارج اجريجيشن اوف ليمفوسايت وعامله شكل زي الكونترات كده بير شيبت وبيرسنج ماسكولاريز ميكوزا موجوده في الكوريوم وبيرسنج ماسكولاريز ميكوزا واكستند للسب ميكوزا يبقى ده الاليوم، وبيتميز بالبيرز باتش اللي قلنا مواصفاتها. هنا بنلاقي في السب ميكوزا بنلاقي كور صغيره بنسميها السوليتري ليمفوليكل. هنا المصل بالنسبه للسمول انتستين مفيش فيها اي تشينج، البرتونيوم برضه او السيروزا مفيش فيه تشينج. هنا هنقول فيه بعض التغيرات واحنا بنشرح بالنسبه لاجزاء اللارج انتستين. طيب الهيستولوجيكال ستراكشر اوف ذا لارج انتستين من الناحيه التشريحيه هو اوسع مكان، ده الوايدست بارت اوف ذا دايجستيف كانالز، دي اوسع حته في الدايجستيف كانال. بتتكون من السيكم، الجزء ده هنسميه السيكم، بيبقى مرتبط بأنبوبة صغيرة كده نسميها الأبندكس أو الزائدة الدودية. بعد كده الأسندنج كولون، ترانسفيرس كولون، ديسندنج كولون، سيجمويد كولون، الريكتم والإينال كانال. بالنسبة للوول أو ذا لارج انتستين زيها زي بقية الجاستروسينال تراكت، عبارة عن ميكوزا سب ميكوزا ماسكلوزا أند سيروزا. طب ناخد الميكوزا ونبتدي نتكلم عنها، قلنا إن هي من خصائصها مفيش فيها فيلاي، فيها بس الكريبت بتاعت ليباركون. الميكروسكوبيك ستراكشر بقى عباره عن الميكوزا، عباره عن ابسيليوم وكوريوم وماسكولاريز ميكوزا. طب ايه انواع الابسيليوم؟ عندنا 6 تايب اوف سيلز، كلها من الابسوربنج جوبلت سيلز، انتيرو اندوكراين سيلز، ستيم سيلز، كابيوليتد سيلز، ام سيلز. في طبعا خليه بتبقى مش موجودة في اللارج انتستين لكن موجودة في السمول انتستين اللي هي بنسميها ايه الباني سيلز، نو باني سيلز ابسنت من البيز او ذا كريبت او ذا لارج انتستين. طب نيجي نتكلم على الكولامينر ابسوربنج سيلز، هي كولامينر سيلز وسبيزوفيليك سيتوبلازم، بنلاقي لها بيزل اوفال نيوكليوس، وبنبص نلاقي الابيكال سيرفيس عليه براش بوردر. لما بنيجي نشوفها بالميكروسكوب الالكتروني سبحان الله البراش بورتر دي نتيجة ان موجودة على كل خلية 3000 مايكرو فيلاي علشان يزودوا السيرفس اريا فور ابزوربشن، يعني دي تحورات ربنا عاملها فيها عشان تواكب الوظيفة بتاعتها. طب ايه هي الوظيفة بتاعتها؟ بتعمل سكريشن لللاكتيز والسكريز والايزومالتيز، وبتعمل ابزوربشن للدايجستيف ماتيريال، وتعمل لهم ترانسبورت البلاد فيسلز اللي موجوده في الكوري. الجوبلت سيلز، جوبلت يعني كاسيه الشكل، لها البيزل بارت بيبقى نارو كونستريكتد والابيكال بارت بيبقى ايه دايليتد. وبنجد ان الجوبلت سيلز زي ما احنا شايفين ادي البيزل بارت بيبقى كونستريكتد وبيبقى موجود فيه البيزل نيوكليوس وحواليها السيتوبلازم فيه السيل اورجانيلز، لكن الابيكال بارت بيبقى دايليتد وديستندد زي الكاس بالظبط، وديستندد بالميوسين جرانيول، وبتبقى أبير إيه في السيتوبلازم بالهيماتوكسين أنديوسين فاكيوليتد بالشكل ده. طبعا هي الجوبلت سيلز بتزيد
وعددها ممكن يوصل ل50% في الكريبت of the large intestine عن ال small intestine. طيب ايه وظيفتها بقى؟ وظائف الخلايا دي هي وظائف ال large intestine، هي بتسكريت ميوكس، وظيفته بيعمل لوبريكيشن عشان يسهل التخلص من الفضلات اللي موجودة في الأمعاء الغليظة، بيسكريت أسيد جلايكوبروتين which prevent البكتيريال invasion of the intestinal ميوكوس. يعني هي برضو ليها وظيفة مناعية بتمنع ان البكتيريا تنفيد الوول بتاع اللارج انتستين. الانتيرو اندوكراين سيلز هي كولامينار سيلز ولها نارو ايبكس، ممكن نقول عليها رمز شكل بيراميدال ان شيب، لها راوندد نيوكليوس. البيزل سيتوبلازم بتميز بجرانيولز، الجرانيولز دي بتحتوي على العديد من الهرمونات، وفيها 7 انواع الانتيرو اندوكراين سيلز اللي موجوده في الكريبت اوف ذا لارج انتستين. في الدي سيلز اللي هي بتفرز السوماتوستاتين، والاس سيل سكريت سكريتين، والاي جي سيل سكريت جلوكاجون لايك سبستانس، والاي سي سيل سكريت اندورفين وسيروتونين، الكي سي سيلز دي سكريت كوليسيستوكاينين، الام سيل سكريت موتيلين، الان سيل سكريت نيوروتنسين. طبعا السكريشن بتعدي دايركت على البلاد فيسلز اللي موجوده في الكوريا، وكل الهرمونز دي بتعمل ريجوليشن يا اما للسكريشن يا اما للموتيليتي يا اما للنيرفوس كنترول بتاعه الجاسترو انتستاينال تراكت. دي شكلها بالميكروسكوب الالكتروني، وادي البيزال جرانيولز اللي هي عباره عن ايه الهرمونات المخزنه فيها. طيب نيجي المايكروفولدد او الممبرينا سيلز، هي دوم شيب عامله زي قبه الجامع، ليها مايكروفيلاي على الابيكال سيرفيس. البيزمنت ممبرين بنلاحظ ان هو عامل كهف، الكهف ده بيتميز بان في مجموعه من الخلايا اللي هم الليكوسايت والليمفوسايت والماكروفاج اللي هم الاميون سيلز قاعدين منتظرين في الكهف ده، منتظرين ايه؟ دخول اي انتيجين. مع الاكل اللي احنا اكلناه بتبتدي الخليه دي تعمل له فاجوسايتوزس وتديه للاميون سيلز اللي موجوده في الايه في الكافيتي اللي في البيزمنت ممبرين، عامله زي ضابط الشرطه اللي بيقبض على الحرامي ويسلمه للعداله، لكن هي ما بتعملش فيه اكتر من كده. مين اللي بيقوم بقى بالواجب معاه؟ الاميون سيلز اللي هم النيتروفيلز، الليمفوسايت، الماكروفاج، تبتدي بقى تعمل له فاجو ايه سيتوزيس وبريزنت الايه الانتيجين بقى للاميون سيلز، ولذلك سمينا الام سيلز انتيجين بريزنتنج سيلز. هي جاست ان هي بتكاتش الانتجين وبريزنت ات للاميون سيلز، وتبتدي الماكروفاج تبتدي ايه تتعامل مع الانتجين ده. انا بنشوف بقى لو دخل اي ميكروب تبتدي الخلايا ايه الاميون سيلز تتعامل معاه بحيث ان هي سبحان الله تحمينا من الامر. نيجي للاندفرانشيتد كولامينر سيلز او الستيم سيلز، دي موجوده في البيز اوف ذا كريبت، بتبقى كولامينر سيلز ولها بيزوفيليك سيتوبلازم وبيزل اوفال نيوكليوس، واحنا عارفين البيزوفيليا دي نتيجه وجود الريبوزومز والراف اندوبلازميك ريتيكولم. الستيم سيلز او اندفرانشيتد سيلز دي بيبقى عندها القدره ان هي تنقسم بالميتوز اللي هي ميتوتيك ديفيجن، وتعمل ايه؟ تجدد خلايا اللارج انتستين. طيب بعد كده الكافيوليتد سيلز هي لارج كولامنر سيلز، وبيبقى لها ابيكال لونج مايكروفيلاي، وان بتوين اللونج مايكروفيلاي بتبقى فيه مسافات واسعه او متاهات بنسميها الايه الكافيولي. ايه وظيفتها؟ اكت از كيمو ريسبتورز، الكيمو ريسبتورز ديت بتنظم بقى ايه الافراز الهرمونات وحركه الايه الامعاء. طيب احنا كده خلصنا الابسيليوم وقلنا السكس تايب اللي موجودين فيه. بعد كده الكوريوم، هذا الكوريوم اهو شايفينه لوز كونكتيف تيشو ما بين الكريبت، الكريبت هي الانابيب دي او نسميها الانتستاينال جلاند، الكوريوم هو الكونكتيف تيشو ده اهو اللي فيه لوز كونكتيف تيشو، في بلاد فيسلز وفي كونكتيف تيشو سيلز وفي اميون سيلز. بنلاحظ ان الاميون سيلز اللي هم الليمفوسايت ممكن يتجمعوا ويدونا كور صغيره كده بنسميها السوليتري ليمفوليكلز. نيجي للماسكولاريز ميكوزا، كالعاده في انر سيركولر واوتر لونجيتيودنال، وتبقى سين لاير، ممكن تبقى انتربتد بالسوليتري ليمفوليك. السب ميكوزا هنا عاديه خالص، لوز كونكتيف تيشو، فيها كونكتيف تيشو سيلز وفيها بلاد فيسلز. طب المسل، المسل فيها شويه كلام. بالنسبه للكولون المسل بيبقى فيه انر سيركولر بتبقى كونتينوس لاير، الاوتر لونجيتيودنال
في الكولون بتتقسم لثلاث حزم، ادا واحده منهم اهيت وطولها اقصر من الكولون، ولذلك هي بتكشكش الكولون كده، فبنسمي الكولون بيبقى له ايه، هوستريشن او ساكيوليشن، مكشكش كده بالشكل ده، لان طول المصل بتبقى قصيره عن طول الكولون. دي بتميز الكولون اللي هو الاسندم كولون والترانسفيرز والديسندم كولون. بالنسبه للريكتم بيبقى عادي انر سيركولر واوتر لونجيتود. برضه بالنسبه للريكتم بيبقى السيروزا عادي، ميزوسيليا مصاب ميزوسيليا الكونكتيف تيشو، لكن بالنسبه للكولون بنلاحظ ان السيروزا بيتجمع فيها دهون وتعمل ايه، زوايد كده او بروزات كده، بنسميها ابنديسز ابوبلوك. دي عباره عن تجمعات من الدهون في السيروزا بتاعه الكولون. طيب نيجي نشوف بقى تحت الميكروسكوب الكولون اهوت، فعلا هو له ويد اليومن، ادا الميكوزا، ادا السب ميكوزا، ادا السوليتري لينفوليكل، ادا الكونتينوس انر سيركولر، لكن الاوتر لونجيتودنال عامله ثلاث مجموعات اهم اللي احنا بنسميهم ايه، تينيا كوماي. نيجي نشوف على الدياجرام ده، ادا الانر سيركولر دي كونتينوس لير، لكن الاوتر لونجيتودنال عامله ثلاث حزم اهم، ثلاث حزم اهم هنسميهم التينيا كوماي. طب ايه البروزات دي؟ دي بتبقى تجمعات من الدهون في السيروس ميمبرين، بنسميها الابنديسز البلوكا، ودي حاجات كلها بتميز الكولون تحت الميكروسكوب. طيب يبقى بنراجع الكلام اللي قلناه، اللارج انتستين بيبقى لها ايه، نيوميروس لونج كريبت، عليها ستة طيب من الخلايا، بتزيد نسبة الكوبل سيلز بتوصل لخمسين في المية، الخمسين في المية التانيين عبارة عن كولامينر ابزوربنج سيلز والاذر سيلز. الكوريام ده لوس كونكتيف تيشو، في كونكتيف تيشو سيلز وفي ليمفوسايت وفي بلاد كابيلرز، بيبقى في ليمفوليكلز بس صغننه بنسميها سوليتري ليمفوليكل، دي بتبقى موجوده في الكوريام، وبيرسنج ماسكولاريس ميكوزا واكستند تو سب ميكوزا. ده الريكتم علشان في كونتينوس لاير انر سيركولر واوتر لونجيتودينال، ويبقى في سيروزا ماشي عادي خالص، ميسوسيليا مصاب ميسوسيليا كونكتيف تيشو مفيش فيها ابنديسيز ابيبلوك. بالنسبة للسلايد، دي سلايد في الكولون اهي او في الريكتم، لان مفيش فيها ايه ابنديسيز ابيبلوكا، وادا عبارة عن التكبير بتاعها، لو كبرنا منها جزء هنلاقي ادا الكريبت، في نيوميروس كوبليت سيلز اللي هما الفاكيوليتد دول، وهنا الكوريام، وادا مسكولاريس ميكوزا سب ميكوزا، وادا الماسل لاير انر سيركولار واوتر لونجيتيود. بالنسبة بقى شفنا صورة تانية، ادا الكريبت هنا اوضح، وده جزء من الريكتم، وباين ان في نيوميروس جوبلت سيلز في الكريبت، وان جوبلت سيلز معناها ان هي كأسية الشكل، وبعد كده بيبقى في ادا الكوريام ماسكولاريز ميكوزا، بعد كده ادا الساب ميكوزا، المسل لاير هنا تو لاير انر سيركولر واوتر لونجيتودينال، يبقى ده ايه الريكتم. طيب في بقى تبيول صغيره بتبقى اتاتشد للسيكم وفاتحه فيها، ورغم ان هي وظيفتها بتبقى فيها ضمور في الانسان، ولكن لازم ان احنا نعرف الاستراكشر بتاعتها، لان اي انفلاميشن في التيوب دي، التيوب دي بنسميها الزائده الدوديه او الابندكس، اي انفلاميشن فيها بنسميه ابندسايتس، وطبعا العلاج بتاعه ان احنا بنعمل لها ايه، جراحه، مفيش ما ينفعش معاها ابدا ان احنا نبدا باي انتي بايوتيك او مضادات حيويه، لا، العيان بيجي باكيوت بين وسيفير بين، بيحقق حوالين سرته وبيتجمع على السايد بعد كده في رات اليك فوسا، فبتفهم ان ده عنده ابندسايتس ولازم تشيلها. طبعا لو سبناه ممكن ايه يحصل رابشر والانسان يموت من الايه، التسمم. طب نيجي نشوف بقى الميكروسكوبك استراكشر، ادا اليومن بتاعه الايه الابندكس، وهي انبوبه صغيره زي ما احنا شفنا، لكن هي كبرت من اللارج انتستين، عباره عن ميكوزا سب ميكوزا ماسل لاير اند سيروز، نفس الايه الكلام، هنلاحظ ان الميكوزا هنا فيها الكريبت، لكن الكريبت هنا شكلهم ايه، فيو وايه وشورت، مش زحمه قوي زي اللارج انتست. الابيثيليوم هو فيه نفس الست خلايا اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هم الستيم سيلز والابزوربنج سيلز والجوبلت سيلز
والانتيرو اندوكراين سيلز والام سيلز والكافيليتد سيلز. الكوريام لوس كونكتيف تيشو وبيبقى موجود بين الكريبت وبيبقى فيه ايميون سيلز زي الليمفوسايت. والكوريام بيبقى فيه بقى اجريجيشن من الليمفوسايت بس هنا بتبقى كبيره بقى مش سوليتر ليمفوليكل ديكور بس كبيره بقى مش صغيره كبيره وبنلاحظ انها عامله ايه دايره سيركل اراوند ذا ميكوزا فهي موجوده في الهول سيركمفرنس بتاعه الايه الكوريام واكستند للسب ميكوزا بتبقى بيرسنج الماسكولارز ميكوزا لذلك الايه الماسكولارز ميكوزا مش شايفينها بوضوح هنا وناخد بالنا ان هي عامله كومبليت رينج حلقه حوالين الايه الميكوزا بتاعه الايه الابندكس. بعد كده المسل مفيش فيها اي اختلاف عن السمول انتستين بيبقى فيها انر سيركولار واوتر لونجيتودينال والبريتونيوم بيبقى لها بريتونيوم كفرنج عباره عن ميزوثيليال سيلز وسب ميزوثيليال كونكتيف تيشو. نشوف تكبير اكبر هنبص نلاقي نفس الكلام ادا الكريبت هنا بيبقوا فيو وادا شورت اهو ما هم زحمه قوي عليهم الستة تايب اوف ابيثيليوم مفيش فيهم باني سيلز. نيجي للكوريام الكوريام عباره عن لوس كونكتيف تيشو في بلود فيسلز وفي كولاجين فايبرز وفي كونكتيف تيشو سيلز واهم حاجه الليمفوسايت بتبقى موجود في ديفيوز ليمفوسايت والليمفوسايت ممكن تتجمع وتعمل كور كبيره اهي ادي الكور الكبيره عباره عن اجريجيشن اوف ليمفوسايت بتبقى بريزنت في الكوريام وبتبقى بيرسنج بتعمل فتحات في الماسكولاريز ميكوزا واكستند تو سب ميكوزا دي السب ميكوزا المنطقه دي السب ميكوزا يبقى ادي الكريبت ادي الكوريام دي الماسكولاريز ميكوزا الديفاين الابسيليوم والكوريام والماسكولاريز ميكوزا هنسميهم الميكوزا في الليمفوليكل موجوده في الكوريام اكستند تو سب ميكوزا بيرسنج ماسكولاريز ميكوزا الماسل لاير عاديه فيها انر سيركولار سموث ماسل واوتر لونجيتيودن. السيروزا بيبقى برضو عاديه خالص زي السمول انتستين سمبل سكويمس ميزوثيليال سيلز بعد كده سب ميزوثيليال كونكتيف تيشو فيها لوز كونكتيف تيشو كونكتيف تيشو سيلز وبلود فيسلز. طيب لو جات لنا السلايد دي في الامتحان هتبقى ايه هنقول عليها ايه الابندكس. ليه الابندكس؟ ان فيها كريبت مفيش فيها فيلاي اهم حاجه ميزتها وجود الليمفوليكل والليمفوليكل هنا عامله كومبليت سيركل اراوند ذا ميكوزا يبقى ادي الكريبت ادي الليمفوليكل هنا السب ميكوزا الماسل لاير عاديه انر سيركولار واوتر لونجيتيودنال ولاستلي اخر حاجه طبقة هلاقيها السيروزا. طيب ايه الفرق بين الابندكس والكولون والريكتوم؟ الثلاثه اجزاء من اللارج انتستين ولكن الابندكس بتبقى سمول تيوب ولها نارو يومن او تريانجولار ايه اليومن لكن الكولون بيبقى له وايد ليومن والريكتوم برضو بيبقى له وايد ليومن. بالنسبه للجوبلت سيلز هي بتزيد كل ما اتجهنا نحو الريكتوم لان خلاص عايزين نتخلص من فضلات الايه الطعام. طب بالنسبه للكريبت بتبقى فيه وشورت في الابندكس لكن يمرس ولونج في الكولون والريكتوم. طب الكوريام قلنا اهم حاجه بتميزه هنا ان في حلقه كامله من الليمفوليك الموجوده في الايه في الابندكس لكن في الكولون والريكتم بيبقى في حاجات صغننه ليمفوليك التجمعات صغننه اللي احنا بنسميها السوليتري ليمفوليك. بالنسبه للماسكولاريز ميكوزا بتبقى الديفايند هنا في الابندكس ان بيبقى فيها فتحات كتير جدا بتاعه حلقه الليمفوليك لكن هون تبقى في الكولون والريكتم والديفايند. بالنسبه للسيروزا هنا مفيش فيها بتبقى موجوده لكن مفيش فيها ابندسيس بلوكر في الكولون بيبقى فيها البروزات الصفراء دي اللي احنا سميناها ابندسيس بلوكر تجمعات من الدهون في السيروزا في الريكتم مفيش فيها ايه ابسنت ابندسيس بلوكر. بعد كده بيبقى في الفيرست بارت بتاعت الريكتم في بيريتونيال كفرنج اخر جزء منه بيبقى بس كونكتيف تيشو بنسميه ادفانتج. ذا ديفرنس. Thank you.